كان يوم هائل، اختتام ديال الدوره السابعه لمهرجان الدراما للسينما، وكان تكريم المجموعه من الممثلين المغاربه. سي محمود اللي كان نوجه له التحيه من هذا المنبر، وكنشكرو بزاف على انه كيدير واحد لانيماسيون مدينه مكناس، وتيخلي سكان مدينه مكناس فرحانين في هاد 7 ايام. وكنتمنى له مزيد من العطاء لانه مهرجان هائل. كما شار الاخ محمود على انه عمل شراكه مع دوله فرنسا، وانه غيدخل في شراكات اخرى من هذا القبيل، وكنتمنى له المزيد من العطاء. كما ان دول اخرى شاركت في هذا المهرجان بعروض افلامها مثل فرنسا والبرازيل والاردن، وكان كم هائل في هذا الاسبوع هذا. وكنتمنى له المزيد من العطاء، وكنتمنى لمدينه مكناس انها تكون دائما متالقه بهذا الوجوه الطيبه والنيره. وكنتمنى ان الاعيان ديال مدينه مكناس انه يبداو يعاونوا بحال هاد الناس هادو اللي كيديروا بحال هاد المهرجان القيمه، بحال هاد المهرجانات اللي عطات واحد الصدى ديالها على الصعيد الوطني والعالمي. وان هاد السيد هذا محمود كنتمناو له كل خير حقيقه. خلى مدينه مكناس في هاد الاسبوع هذا بحال شي ورده مفتحه، الناس كلها كتهافت على فوقاش كاين الاختتام.